أعزائي المشاهدين، مرحبا فيكم في فقرة ديوان المواهب ديوان الشباب. معنا ولدي علي الصقعبوي، مرحبا فيك علي. يا هلا والله فيك، مشكورين على الاستضافة. لا نتشرف، انتوا المستقبل يا علي. علي، قبل ما نروح على السلة، متى بديت هوايتك؟ شنو تأثير الرياضة على حياتك انت، وليش رحت على المهارات الكروية؟ والله تأثير هذه الرياضة تأثير كان جدا إيجابي بالنسبة لي. حلو. خصوصا هذه الرياضة بالذات هي رياضة مهارات الكرة، علمتني وايد أشياء أنا أوريدي متعلمها من الأهل، هي الصبر، الالتزام، المثابرة على الشيء. وايد أشياء أنا تعلمتها من الأهل، ساعدتني هذه الرياضة أني أصقل هذه الأشياء. يعني مثلا رياضة الكرة ومهارات الكرة تتضمن حركات يعني بجميع أجزاء الجسم، منها الجزء العلوي هو يسمونه الأبر بودي، اللي هو تسوي حركات بالأكتاف، بالرأس إلى آخره، وأيضا القسم الثاني اللي هي الحركات اللي هي المعتادة اللي هي تنطيط الكرة، وأيضا السدام اللي هي تسوي حركات وانت قاعد يعني بالأرض. فتتضمن حركات كثيرة، وهالحركات هاي تتضمن صبر، تتضمن مثابرة على الحركات والتكرار إلى آخره. فهذه الأشياء اللي تعلمتها من الفريستايل قدرت أن أطبقها بحياتي العملية، لأن أنا أشوف هذه الرياضة نمط بالحياة، زين، مو مجرد يعني رياضة. حلو. يعني أنت تشوف أن الرياضة شيء جميل أنك يعني تنمي فيها مهاراتك، تأثر على حياتك الشخصية فيها. طبعا. زين، خلنا نروح على السؤال، متى بديت الموهبة؟ من اللي خلاك تدش في قضية المهارة الكروية؟ يعني ليش ما دشيت مثلا نادي، مارست كرة القدم، تكون كلاعب ومدام عندك الموهبة هذه؟ عليك نور. أنا بلشت الكرة التقليدية اللي هي مباريات ما مباريات. فكانت بدايتي كانت تنتشر مقاطع حق الكرة حق اللاعبين المشاهير. وقتها كانوا الشباب يوروني يعني دائما فيديوهات حق مشاهير الكرة، وإنه شلون يعني يسوون الحركات. فأنا كنت معروف عند بين الشباب إن أنا يعني إني أنطط الكرة بوقت طويل، فكانوا يوروني حركات، وكنت أنا يعني دائما عقب ما يوروني إن كنت أقدر يعني أسوي هذه الحركات. فكل ما لهم يبون فيديوهات جديدة وأنا كنت أسوي هذه الحركات. فوصلت مرحلة إن ما قاموا يبون فيديوهات، فقمت أنا إني أفكر وأبتكر حركات من عندي. بعدين ب 2006 2005 اكتشفت ان هذه رياضه منعزله عن رياضه كره القدم التقليديه، يعني ما لها شغل مشاركه الكره، مع انه دائما لاعب الكره عنده مهارات. طبعا طبعا عليك نور. انا تكلمت عن اقسام الرياضه هذه، في قسم يسمونه الجراوند موز او المهارات الارضيه، هذه لها علاقه كبيره بالكره التقليديه، حيث انها تساعدك على لمسه الكره، وايضا تساعد على توازن الرجلين. يعني في بعض الناس عندهم رجل اليمنى أقوى من اليسرى واليسرى أقوى من اليمنى. فأنا يعني لاحظت إن عقب ما يعني ركزت على هذا القسم الرياضة من الرياضة هذه، المهارات الكروية، إيه، إن ساعدتني إن حتى على اللعب كرة القدم التقليدية. ما فكرت تصير لاعب يعني؟ والله أنا مو طموحي إني أصير لاعب. أنا إذا صرت لاعب، المهارة الكروية، أنا الحلو بهذه الرياضة المهارات الكروية إن أقدر إن مثلاً أسوي شيء ثاني إضافي. يعني بالنسبة لي أنا تخصصي طب أسنان، فأنا عندي طموحات أكثر من إن بس مجرد إني أكون رياضي. حاليا تدرس طب أسنان؟ إيه نعم. ما شاء الله، الله يوفقك. أجمعين. شاب الأسنان حق المهارة الكروية. والله لا، لها يعني عوامل مشتركة. أنا مثل ما سبقت وذكرت أن تأثير هذه الرياضة جدا كبير بالنسبة لي. يعني بعض ممكن يشوفها يعني ممكن تأخذ وقت، بس أنا أشوف أنه بالعكس هي ساعدتني أن أنظم وقتي، ساعدتني أن أصر أنه لازم أن هذا الشيء إذا أنا حاطه ببالي لازم أني أحققه. إيش كثر تتدرب اليوم؟ قبل ما دخلت الطب كنت أتمرن 3-4 ساعات باليوم. يعني تقريبا معظم وقتي يعني كنت يعني وقت فراغي انا دائما احاول اشغله يعني بالرياضه، فتقريبا 3-4 ساعات باليوم. قبل طب الاسنان مو كل يوم اتمرن للامانه، لكن بالوقت اللي انا يعني اذا لو بتمرن اتمرن ساعة ونص. ساعة ونص يوميا؟ الحين مو كل يوم، لكن اذا شفت في وقت فراغ ساعة ونص. شنو المعارض اللي شاركت فيها مثلا؟ والله في وايد
معارض مسابقات وايد معارض وايد مسابقات شاركت فيها، لكن آخرها معرض إكسبو ميلان. حلو. وهذا يعتبر من العروض يعني صدق قريبة حق قلبي، لأن جتني الفرصة أني أمثل الكويت محفل خارجي وعرض خارجي، وأني أسوي حركات ومهارات وأجذب انتباه المارة بالمعرض على أساس أنه يتعرفون على ديرتي يعني بحاضرها وماضيها. كان إكسبو ميلان يعني صحيح. من أجمل العروض يعني بصراحة. سألوك ملك المهارة يتلك عروض؟ إيه طبعا سألوني يعني وقالوا إحنا ما كنا نعرف إن الكويت يعني عندهم يعني ود وحب حق هذه يعني الكرة، يعني ما كان عندهم وعي إن الكويت يعني متصدرة يعني مثلا بالرياضة يعني بشكل عام. ترجع إن شاء الله الرياضة. خلينا نشوف الصور مخرج، عندنا لك 6 صور تشوفها قدامك من خلال الشاشة. عطني اياها مخرج، شوفها قدامك. هذه الصوره شنو؟ اي هذه الصوره بإكسبو ميلان، مني تم تكريمي من المفوض العام للجناح ومدير الجناح على اساس لما لاقوا من يعني العروض اللي انا قدمتها للجناح. ممتاز. الصوره اللي بعدها هذه مقابلتي مع مجله اليقظه، هذا بشكل عام عن انجازاتي اللي انا يعني حققتها بشكل بعده. وهذه الصوره ماخوذه من مجله من مجلات المملكه المتحده. كوني تكرمت اني خذيت ثاني افضل موهبه على مستوى دول المملكه المتحده. بعده وهذه اخبار من جرائد الكويت بناء على العروض اللي قدمتها بإكسبو ميلان. بعده هم هذه تكملة بعد. بعده هاي الصورة ان مازجة بين اني انا دكتور اسنان وايضا لاعب مهارات كرة. طبيب الاسنان لازم تكون عنده مهارة ترى بعد يدوية بعد. طبعا هذا اهم شيء. الكلمة الاخيرة وياك علي، اذا شئت بتقوله. والله أنا أتمنى 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 أن هذه الرياضة تأخذ حقها، والتأثير الإيجابي اللي شفته في نفسي أتمنى أن أشوفه هم بغيري من الشباب، خصوصا الحين عندنا مشكلة بوقت الفراغ، والمشكلة أن الفراغ سلاح ذو حدين، يا يعني أنك تستعملها بشيء يفيدك وينفعك وينفع ديرتك، أو أنك يعني تضيع وقتك. فأنا أتمنى أن أشوف هذه الرياضة تنتشر يعني بالكويت، وأنا رح أسعى على هالشيء أني أنشر هذه الرياضة، سواء حصلت دعم ولا ما حصلت دعم أنا إن شاء الله مستمر، ولو أحصل دعم إن شاء الله يعني نشوف تشجيع من الشباب، لأن مهما يكون الشاب يحتاج دعم سواء معنوي أو مادي، وهذا دليل إن الشباب قبل كانوا عندنا إحنا وايد مواهب يعني وايد طاقات، لكن للأسف يا وقت وقالوا ليموت إحنا بنقعد بدون دعم أو بدون أي شيء. فأنا يعني من المستمرين، فأتمنى إن أشوف الرياضة هذه تنتشر ونشوف إن شاء الله الشباب يبرزون بهذه الرياضة. علي شاكر لك على حضورك اليوم. الله يعطيك العافية. أتمنى لك التوفيق. بأي سنة بكلية الطب الحين؟ آخر سنة إن شاء الله. إن شاء الله تخرج وينتعالج عندك، بس لا تجرب فينا وايد. إن شاء الله. مشكور يا علي. يعطيك العافية ما قصرت. مشكور. أعزائي المشاهدين انتهينا من فقرة ديوان المواهب ديوان الشباب مع ولدنا علي الصقعبوي. راح ننتقل الآن إلى برنامج وجه لوجه. واليوم قضيتنا قضية مهمة عن قضية أمن المعلومات والحرب الإلكترونية اللي قاعد تحصل في المنطقة، وضيوفنا عميد متقاعد رائد الروم مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والدكتورة صفاء زمان. فاصل وارجع لكم.